السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم. أيها الإخوة المشاهدون، أيها المشاهدون الأعزاء، السلام عليكم. الغدا حاضر. يا غدا يا عشاء، شوفتك بحدها تطير كل تعب المركز. راح استأذنها بدل هدومه. شو لها دخل الهدوم؟ وداعتك اذا اني برسمي لو باش بوزق ذاك الرحيم. ابو عادل لا تقولين ابو عادل، لا تقولين ابو عادل، قولي الحيم بس مثل ما دا صحي جاني كلثوم. الحيم ثامر اليوم متعارك بالمدرسة والمدير داز لك ورقة، وابو جواد جيراننا اجا يريد يشوفك لان علاء مضروب التشل وكاسر الجامة مالتهم، وجتنا ورقة مال كهرباء انذار لازم تندفع. كلثوم هذا من البيتي، هذا نوفل ابن اختي، ما تعرف حسه؟ كلثوم عشان يرجعني. يلا هذا هم ابن اختي نوفل اليوم ما له خلق. دادم عادل اخاف فاز لو مخترع لو لا يحتبروده ولا ليش كل هالبواكي، بس يوم كامل قابلاني معروف مو قضيت عمري كله لولي وقمط. دادم عادل بلي تعلم ترى انت هوايه ملفلفته للطفل. شو بسم الله الرحمن الرحيم.
محروس ان شاء الله. كل شيء ما بيه الطفل ها نايم. علي شو قد خابصه نفسك مكمل؟ شلون ما اخبص نفسي غير انتي ما تدرين؟ من ابو عادل حصلته صغيره ما يتحمل صياح الجهاز، من رجل اختي يريد من الله حجة حتى يقولها اختك ما رضتها، يعني اتبهذل؟ اي فوق ما مربيت لهم ابنهم او مشلوع قلبك من وراه؟ ايه هو يريدها حجة حتى يخليها تبطل من المدرسة، بس هي مدى تقبل. هاولك شو رجعت؟ تقول خلي يجي ابويا يتفاهمية. ابويا؟ ولك ابوك ما عنده شغل وعمل غير يفتر وراجل اختك؟ انت ما استحيت على نفسك؟ وامشي عليك. كان حاتيتها؟ فضل. هاي بنتي شوقية صار لها 3 أيام ما مر علي. على ويش رجلها شوية صايرة بظافرة طحين وشايل خشمة. إلا لكسر خشمة هذا اليابس. إيه تمام. إيش لعب من يجي تحيرين شو تسوين؟ فاكهة وشاي وبارد وتفرشين الحصران الجدد. حتى أنا طلعيني من البيت حتى لا يزعج حضرته. شفتي شلون لسان؟ شفتي فوت فوت أخذ كتبك وروح للمدرسة فوت. هم مرحب هذا البنطلون. شبي هذا البنطلون؟ ذاك ابوك بالمركز روح عليه قل له ما اريد هذا البنطلون خلي ياخذك للسوق يشتري لك مو واحد 10. اللي سمعه يقول بنطلونه مرقع فوت. يا ام عايزه اروح بنطلون مرقع. ولك فوت لا تلاسني فوت فوت فور الدمي. فوت عاد يا ابني لا تلاسن امك هالقد فوت. شفتي انا هم اترخص واقوم اروح للبيت. دادا يلا اشكرك. اني صدق شلون نسيت هاكي مو هاكي. اشكرك دادي لو عندي اكثر والله كان انطيتك. اشكرك والله يخلي صاحب بيتك. الله يوفقك. بلكت هالشهر يطلع الامر مال تعييني وتعين. يا راجلها بخت لازم تنذري النذر. عتكوني خلوك بهاي المدرسه اليمنى. دادا وين ما كان ارضه او اقبل او اروح ادامه ان شاء الله. عند العافيه دادي. مع السلامه. اشكرك دادي. هلا شوية راحت من السخونة. انذر واهليه بس كون اليوم يمر سلامات ونوفل ما بيش. هالو اركض. شاكو اركض. شاكو خير. مجيد الشرطة يريد شاي. اهو يريد شاي. ليش هذا ما يجي يشرب الشاي هنا؟ هذا اذا صار شرطي اول ايش راح متحمله؟ سخانو انا شو علي؟ اودينا الشاي ولا لا؟ ولا اسالك ولا نسيت؟ انا 100 مره قايل لك شغل مخك صير هبريح صير شاطر. خالو انا همشيكي غير بس شويه شويه اصير هبريح اصير شاطر. ها؟ بدك تضابط صار عمي صار؟ اودينا امشي خليهم بالقوري. شوف ده اقول لك اليوم راس الشهر من تخلي الشاي قدام الضابط ولا عمي نسوي الحساب؟ ها يلا بالعجل. شوف ترى الما يدفع اليوم بعد ما يلقف. خالو هو مراتهم بالقوري راتهم بالاستكانات. دمشي ابو عقلين امشي خليهم بالقوري حتى الايبورت تمشي. اه اي خليهم بالقوري حتى الايبورت تمشي. انا ادري راح تورطني فد يوم ورطه كبيره بس اسوي؟ ابن اختي ولازم اعلمه مهنه. شوف اذا رحت جيب البوش وياك. علي إبراهيم الله يساعدك. هلا هلا يا ابو. هلا يا ابو. يبين راس الشهر مدوخه يا ابو. لا تفكر لا مدبر. لا والله هو بيمر راس الشهر لكن جايك هالايام ما يفك الراس يا ابو. هو الله يساعدكم وقفه المركز شو تحملها يعني لو واحدكم من حديد هم كان اتفلش. تعلمنا هو بي وداعتك صار لي 20 سنه بهالمهنه هاي. حتى اذا فد يوم اخذ اجازه واقعد بالبيت احتصر واتضايق وظل افتار 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 وارجع اقعد بالمركز. تعلم يا ابي تعلم. اي بس بيني وبينك انا براس الشهر ما يعجبني لا اقعد هنا ولا اقعد بالبيت. يعني بصراحه دورات الواحد يحس بنفسه ضعيف وكل شيء ما يقدر يسويه ودورات لا بالعكس يحس بنفسه قوي وبشتف واحد يقدر يوقع حائط. عريف رحيم تقولها تقول انا مشتهي شاي من راس القوري. هسه نجيب لك شاي. عاش جديده. شو
هذا الشاي. الله يرحم الله والديك. بس هوبي ايه اريد اتفتح شاي وياك. ايه قول بعده. ما ادري انت تدري لو ما تدري عادل خرج تعين وهذا اول شهر ياخذ بيه معاش. لو ما ادري زين من الرقص من تعين مو اني هاشل منه مو انا رقصت اخويا. فاني ما ادري تدري هاي اول مره يقبض بيها معاش. فاني حاير هسه يعني شلون افكها وياه شلون اقول له يعني قابل اجي واقول له انطيني المعاش مالك. هاشل منك ابو عادي هاشل منك ومن هاي مدوخ راسه يا معود لعد الولد المن يراد هالتعب والسهر والتربة غير بعدين الواحد يرتاح. بس لا تدير بالك ترى عادل مؤدب دور صافي مصفى والله العظيم وين ما اقعد اقول ابو عادل تعب وتعب ما راح بلاش قدر يسوي من ابنه طبيب. السلام عليكم. سلام. خلاص جبته وجيت. ايه اقول فوبي ايه حسابك مضبوط لو لا؟ ايش اشو اني باليوم اشرب لي استكان شاي واحد. ايه اجي راس الشهر القي نفسي مطلوب 45 شاي. يا با بسيطه بالشهر كله 30 شاي. ايه بكره 15. ايه عمي لا تدير بالك 15 هاي زايده ترى وخالي يديك البعض. جي الكم اغسل القرود بالبثل. يلا يابا بسيطه ابو سهله يا معود يعني انت بالشهر كله ها مشاروف شاي زايد مجاي خطه مصايح وير جوز جوز خلاص اصلا اني بعمري كلها ما ماكل حرب وداتك مره واحده بس مره واحده ما تشد وغير بقت عمتي من ابو المراجية وكان تضيع ايديتي كلها ذاك اليوم وداتك فاكل الحرام ما يرد هاي ورقه قدامك يا تنبيه هو بعين انا شفته من الورقه اذا كلها شغل يا بهوبي ليش ما تخلي منا وغادي عبد يسجل لك الديون مو احسن من الشخوط وداعتك عريف رحيم وداعتك اكبر واحد بالحساب ما يلحقني اصلا انا ما اكل حرب مره واحده بس وقت عنك من ابو المراجع اي أيوة والعيديه ما تاكلها ضاعت. تفضل. قبل شويه مرت على ابو جاسم. اي سالته على الجداول مال الترفيعات قال لي قريبا راح تصدر واكد لي اسمي موجود بالجدول. هو قال لك هالشكل؟ اي هو مو يجذب. لا يا ابوي بس ايش قال لي؟ قال لي شويه المساله يراد لها صبر. قلت له دير بال اني والصبر جينا توم للدنيا الا سموه صبور واللي سموني رحيم. قام يضحك. ابو عادل نعم قل لي اذا انت نعم اصبحت رئيس عرفاء نعم شنو اللي يتغير؟ شلون ما يتغير؟ اذا ما يتغير شيء لعد ليش سووا شرطي اول ونائب عريف وعريف ورئيس عرفاء اصلا ابو عباس اي ترى اني لو عندي شهاده كان هسه مفوض بالك انت عارف محسن كان يانا بالرطبه اي اي ذاك درس واخذ شهاده وبعدين هسه ما شاء الله شدوا له التخته ومفوض. والله هذا لو انا مكانك ما افكر بالترفيع. شلون حكي انت ما تفكر لانه الله موفقك واموراتك زينه. اي بس انا صدق غير محتاج. لا عاد ابقى ابقى لمن يجيك الترفيع. ابو عباس تراني دا انطر الترفيع يوم ورا يوم ودعتك ورا ما اترفع وارتاح اطلع تقاعد. اصلا اني مقرر اذا اسمي يطلع بالجدول لا اذبح لكم ذبيحه ايها الكبرى. قتها قتها ابو عادل. عريف رحيم. نعم سيد الضابط رادع. اي يا الله تفضل. عريفي
والله يا ابو حقه حق ابو عادل. ماما نوفل حبيبي انت حاره ماكو شيء، شويه سخن الصبح حطيتها نص حبايه ولفلفته كل زين. لا تخافين عيني خديجه، هذا جاء اليوم زين يوم مو زين. عافية كلثوم الله يسخيش منا وغاد ليش علينا الصوبة؟ الدنيا صارت حارة. ما يخالف، أقولكم أبوكم وأخوكم على جاية، مو تشتغل طياراتكم وسياراتكم. سخاوة نبطل بعد ما نلعب؟ هاي فدوة، ما تقومون تقرون بدل ما تلعبون. لا ما ألعب الطيارة. ها؟ أصعد فوق السطح ألعب بالرينج. ما قايل سيدي، فوتوا فوتوا اقروا فوتوا، فوتوا باسمك كتبكم وقروا فوتوا. لازم شلون لسان؟ يلا وين رايحه؟ تقعدي تغدي؟ هم يلا على حق مراد على جايه ولازم احضر له الغداء. مش دعوه على مراد، قابل ما يقدر يحط الجذر على الطباخ. ما يتغدى اذا اني ما اتغدى وياه. هي الله يهدي، لفلفي لي الولد زين من ناكل هو وهو عرقان. اقول لك خديجه، اليوم عادل راح يقبض معاش. صدق على الخير. اقول لك خديجه، ايش قاعد ينطو؟ يمكن فوق 80 دينار. ايه هوايه. مع السلامة. هلا هلا بيك، ديري بالك علي لفلفي زين ترى عرقان. عافية كلثوم تحيي لي بابي. ايه الله وياك. اشكرك عيني. مع السلامة. هلا بيك الله وياك. سيد ابني واني ما ادري. يلا يا دكتور عادل. شنو نطلع؟ طبعا نطلع. تدري يا عادل، انا اول يوم اللي استلمت فيه الراتب قمت احسب ساعه ساعه حتى ينتهي الدوام. بس انا ايش مو هالقد فرحان لي يا شباب؟ قل لي حضرتك تدلل لو فلسفه؟ يا بلا دلال ولا فلسفه. بس تدري باسم، انا اول ما اخذت الراتب من امين الصندوق جتي في فكرة براسي، شو وقت راح يصير راتبي الأصلي 90؟ شو وقت يصير راتبك الأصلي 90؟ مش دعوك مستعجل عادل، تدري كل ما تجيك درجة كل ما يقل من عمرك درجة. هلا ما أدري. ها عفوا. بكرت انت عفوا نسيت ابكرت. كم صادق طب راسك شهر تنكسر سلايتك عليك. خلي عندك اخاف تحتاجه. لا لا خلص ما في شيء. مع السلامة. مع السلامة. يلا يا بطل يلا يلا حتى بالطريق مشتري لك قلم مو من هسه تصير ابو فليس. يلا
الناس. عملية المطاعم هل هي نظيفة؟ أنا ترى معي البلدية جايين معي الآن. البلدية. تم سحب رخصة العمل. هناك من يقود السيارة بدون رخصة، هناك من يخالف، هناك من يتجاوز السرعة المقررة. والله سكت سيارة كثير يعني. بدون رخصة. بدون رخصة. يصير زحمة عند البلدية وناخذنا يعني يمكن 4 ساعات 6 ساعات وحنا نجلس هناك. فعلا أنا التخصص له دور كبير في عملية تحديد المستقبل الوظيفي والمهني للخريج. هل اختيار التخصص المناسب له دور في الوظيفة أو له دور في سياسة الوظيفة؟ مع الناس الأحد 11 مساء على قناة ذكريات. سيديكم ما خبرت لي حد الله حد وارضي بعد. حفلات ولحظات ما تتكرر. لو عرفتني ما تلوميني. مهرجانات أحياها نجوم وفنانين على أهم مسارح العالم العربي. تدرين وسر الحكاية. ذكريات منوعة ما يمل منها الوقت. يلي عيونك دنيا حددي جددي وميل يا حب على حبيبي وقل علينا يميل. انت ما مثلك بشر يا قمر 15. ألحان وأصوات مميزة نستعيد معهم أمسيات غنائية. ذكريات منوعة الجمعة الساعة 11 مساء على قناة ذكريات. الغيبة مش هتندم عليها أبدا. تجميع تايوان. خلاص خلاص ارتحنا. وين دخنا وين؟ شو بليك لو بليك؟ وش المطلوب؟ شوفوا اللي حلفي ده. أنا ما في معلومة تسوي. الله شو ده حقيقة. الظاهر نحس اني خايف. دعين انتوا ليش خايفين؟ اهلا وسهلا واهلا التحيات ومش عارف كيف. وبعدين ضف يور فيس. ذكريات طاش الاحد 7:30 مساء على قناة ذكريات. يريد يطلع العصر ويا اصدقائه. وين يروح يا اصدقاء؟ وين يروح شباب وقابضين معاش والدنيا زاهيه بوجههم وتضحك لهم وين يروح يعني؟ اشهد ما بالله تمام يا الدنيا المن يا الشباب اشهد ما بالله تمام يا الله. اقول جهاله شو ماكو اكيد عادل انطاهم من معاشه شويه فلوس وراحوا يم دكان خضير. يا معول كلها ما صار ساعه من اجى عادل قابل يفرق لنا الراتب ويقعد. وداعتش كلثوم أنا من اخذت اول راتب من الحكومه جئت لك ركض على ابويا. ايه؟ وكنت الراتب كله بيده. صدق شو لا حكي لا قال بس لعمت عيني علي اجي تعبان وراسه راح للغرفه يجوز هسه من يقعد العصر كنت انا الراتب بيده. لا 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 انا ما اريد الراتب. من كيف يعني انا ما راح ادل الراتب بس يعني أني أتمنى يعني أشوف العادل وأقول أني وصلته وبعدين أتمنى أني أشوف صورتي بصورة عادل. على وش مستعجل؟ لا ما مستعجل يعني بس
شاي بيناتنا يعني هو من اجا هيك هيك سكاتي يعني ما حكي شوفي كلثوم اليوم اني اكتب مكتوب لاخويا حايف ايه؟ وفاتحه بموضوع زواج بنته العادل يوم عيدي على كيف يوم عيدي ان شاء الله ايه اني ما ابي اضيع العادل وهاي صفناته وقعداته وختلاته صار شهر اني دا لاحظها عليه ايه هم يالله شننتظر خونته عمرك 17 سنة من تزوجتني يا بابا الله داعتك ايه اني لو شوية من اشناج اصلا كان زوجته بتعمه من كان تلميذ هو بالكلية ايه والله كان اعطيناهم هم القبة الكبيرة واحنا درنا بالقبة الصغيرة هم يالله تكفي اثاث العرس شلون يا بكلثوم شنو يعني احنا صرنا ستوك يعني بدينا بالسكرار عاد والله اذا يعرس عادل فلازم هالمرة خالك ارد اشوف هالوصول شنو؟ هاي جاب بايك السالفة من زمان ونسيناها لا ما نسيناش قالت النفس يعني من اجى رجلها من الحجمة دزت علي عبالك احنا عايزين على الهدية كلثوم عايز اقول لك كنا سوي لنا طلابة معلش بس شغلة هسه احنا شعلينا بالاسماء وخالي يعني تصورين اذا عرف عادل تزوج يعني ما يجي هو لهنا اي خالك خلي يجي بس هي لا زي. والمثل اللي يقول اللي يجي بلا عزيمه يقعد بلا فراش خوش دنسي هاي السالفه بس انا اقول لك اذا كتبت المكتوب اليوم احس بحسابك ورا المكتوب بتلف اربع ايام ما تشوفين غير حايف تشربوا على راسنا للمره الالف اقول لك اختك كلثوم ما تقدر تربي الطفل مثل ما نريد احنا شلون يعني مثل ما نريد هاي فوق ما نقول لها شكرا اشو السنه 12 حتى ثوب ما نقص لها بابا ترى اني ما تهمني الفلوس اللي يهمني نوفر يتربى تربيه صحيحه انت تعرفين شنو معناته الطفل يوميا متمرض معناته عنايه ماكو اكيد الماي ما مفور الممه وسخه ومو بس هاي حتما بالمستقبل راح يتعلم كم حكاية بايخة من عندهم اسمع مراد اختي كلثوم مو مقصرة واذا عاجبك ما نتغدى هم انا ما لازم هاي انتي كل ما احكي وياك تتنرفزين وتقومين من الاكل طبعا لان انت ما تعرف حالتي ما عايش ظروفي انت تتريق الصبح وتطلع للدوام واني اللي ابقى حايره بالولد اودي لبيت اختي وبعدين اروح للمدرسه وارجع لبيت اختي واني الف فكره براسي وطول الدوام بالي يم نوفل فوق كل هذا شغل البيت ولازم اداري حضرتك خلاص المشكله محلوله اذا الإنسان اللي عنده أكثر من عمل وما يقدر يوفق بين أعماله كلها يتنازل عن قسم من هاي الأعمال شنو يعني؟ يعني مدرسة ملازم ومنو قايل لك المدرسة متعبتني؟ مو متعبتك المدرسة بس مدى تقدرين توفقين لو أكو أحد يساعدني بالبيت لو أكو أحد من يأكل بماعون يقوم يغسله كان اقدر توفق حلو 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 شي تريدين يا با البس الصدريه اني واغسل لماعين مكانك لا عاد مو احسن مما تبقى لماعين مكومه بالمطبخ الى ان اجي اني على الاقل من يصير دوامي ظهري انت ابقى يا منوفل اذا فعلا تريد تحافظ على ابنك هيجي خديجة العلمج أنا راتبك أنتي ما مستفاد ولا فلس من عنده مراد لهنا وبس ترى هسا أطلع الرسائل اللي كنت تدز لي إياها قبل ما نتزوج ورويك إيش كاتب بيهم من مثاليات كنت أسوي نفسك ما أدري شنو وهسا يا بصرت كخة إي ما تقول لي بعش الصير أكثر من هذا
بس انا اعرف قصدك كل زين. انت تكره اختي كلثوم وتريدني ابطل من المدرسه حتى 24 ساعه قاعده بالبيت ومتزوجه. انتظر والي الحرم اصب على رجلي يا مي. مو هالشكل تريدني؟ مو هذا اللي تفكر بيه بداخلك؟ بس ما تريد تقوله. يعني تعرف راح اذكرك بحكي زمان. خديجة لعلمك اختك اني ما اكرهها ابدا ولا عندي هيك فكرة. كل ما في الامر اني اريد الطفل يتربى تربية زينة. ولا ايش تصورين انت؟ اني راضي على هاي الحياة اللي بدنا نعيشها انا وياك. والله العظيم اليوم الصبح طقت الدمعة من عيني لما شفت نوفل مسخر. قلت والله لو ما اختي كلثوم قريبة على بيتنا وين كان خليت هذا الطفل؟ انا اعتقد هاي المشكلة ما راح تنحل ابدا. ما راح تنحل. يوم عمي عايجه. بسم الله الرحمن الرحيم. ابوكم بعد ما دز له مكتوب هو اجى. شكو بابا عمي حايف اجى. يلا بابا صيحوا خلي تفضل ركض ركض. لا امشي يلا عجيب. صدق لو قاله والقلوب سواجي. مرحبا هاتي. يا بير مالي خلينا فتر شاش ممنون. ستوين زين ممنون. طلع اللب مال الصمون حتى البركه. اي خلينا بصمونه ممنون. يا مخضر واذا عندك وصل بعد احسن حتى البركه. واذا كثر التمر الله يسعدك. هلا حضرتك القهوه شمو؟ اي ما تشوف شايل بوش بيده يرحمها لوالديك. اي تفضلاني يا بير. انا محتاج شاهد بالمركز عندي معامله ورايدين شاهد. يا به يعني هي بطن عيني بس صارف القهوه فارغه وما فيها احد هي كلها دقيقتين بس يسالك المعاون يقول لك تعرف هذا تقول له ايوه ابوك الله يرحمه. عرفها دقيقتين بابا عرفها دقيقتين. انت تدري بهالدقيقتين هذه لعب بيها القهوه ايه؟ اخسر بيها فوق الدينار. هاي بسيطه انا عوضك الدينار. صار يا ابو صار باش تريد هاي شهاده على صف. يا به بس لي قدام اقول لك شهاده الزور انا ما اشهد ترى اكل حرام ترى ما اكل ودعته مره واحده بس بحياتي بقت عانتي من ابو المراجيع وكان تضيع جيت كلها. اي والله دعتك فاكل الحرام ما يراد. عبد عبد جيبك على القهوه بابا. اوبي اوبي مالي وانا عبد هياته طيب يجي؟ اي والله اذا دز البيت علي فرحي يروح يصيح ويجي. ضابط المركز طالبه علي في الخفر وجعان ولازم يبقى بمكانه. عبد ابوي تروح عليه وتقول له رئيس حافه فاضل يقول خل يجي بالعجل. دلال عمي وما تنسى. لا 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 دقف دقيقه بس يريد يعلي يخلي دافض شغله الرجال بالمركز ويجي وبعدين نروح. امشي بابا تفضل. يا حي اشو جيتك لا بالبال ولا بالخاطر بيك شي لو واحد من اهلنا هناك بيهم شي؟ لا لا ماكو شي. بس اشو وجهك نوبه يصير اصفر نوبه يصير احمر بعدين من جيتنا جيتنا ملثم شنو القضيه؟ القضيه وما بيها انا جاي خطار. هلا بيك ومرحبا والف هلا. تدري حايف انا اليوم على اساس اكتب لك مكتوب؟ امزين ما كتبت ولا كان صارت دقه مو زينه. ليش تصير دقه مو زينه؟ حايف تراني ما شايفك هالشكل. انا جيت واهلي ما يدرون بي. انا جيت اروح للفاو لكن قلت لا الفاو جريب للقرنه. قلت ماكو غير اروح لبغداد يم رحيم هم هو بالشرطه وهم هناك يعني
كمل كمل كمل. شكم الرحيم، انا قتلت واحد. قتلت واحد؟ اي قتلت واحد. ساعه شيطانيه، حكايه منه وحكايه مني، ما شفت نفسي الا شايل المقوار وضارب راسه. قلت ماكو غير اروح لبغداد يم رحيم، هو اقتل عنده. شلونك هوبي؟ شلونك خالي؟ شلونك خاله معادي؟ خاله خالي هو يقول ايه؟ رئيس عرفاء فاضل يقول ايه؟ مأمور المركز يقول ايه؟ ها خليجي عريف رحيم يعني ابو عادل للمركز يردوا هناك بسرعه. وهاي بس كل شيء ما افتهمت. عيدك من الاول؟ لا اصيح لك ابو عادل هو يشوف. كيفك ابو عادل؟ يا ابو عادل يريدوك. عابد الله يساعدك عمي. عمي يردوك بالمركز بسرعة. يعني هم قالوا لك صيح على أبو عادل؟ بلى عمي هم قالوا لي. زين ما قالوا لك شو يردوا مني؟ لا والله، بس خالي هو بيراح يشهد الفد واحد وشان يجي رئيس عرفاء فاضل وقال لي تعال أقول لك. قلت له بلى عمي. قال لي روح قل له وبس. زين يا أبا أشكرك، أنا هسه أجي. صار عمي، مع السلامة. حوارنا اليوم عن الإبداع والتراث، وتدق الكلمة ساعة. لشاعر عربي استطاع أن يتخطى معادلة الموت والحياة. أفضل وأنزه ناقد عربي. الشكل والمضمون في نفس النثر، هناك شكل ومضمون. عطائي نابع عن صدق. مذهب شعري هذا ما له علاقة بنوب بالإبداع الشعري. إن قصيدة النثر ليست شعرا. يمكن نأخذ نصا ونقول عنه إنه شعر دون أن يكون موزونا بالضرورة. فقدوا معايير الشعر أساسا. الكلمة تدق الساعة، الأربعاء 11 مساء على قناة ذكريات. هذا البرنامج الذي نعرض فيه قصة شخصية شهيرة في الأدب العربي القديم. هذا أعجب ما سمعت. أخيرا. ولكن هذه الشخصيات رغم شهرتها ما زالت موضع الشك. خذها مني يا أشعب حكمة نصوحة. هل وجدت فعلا تلك الشخصيات وعاشت، أم كانت مجرد ضربا من خيال الأدباء؟ قدرت ذلك وكنت أتوقع هذا اليوم. هيا هيا. بين الحقيقة والخيال، الاثنين 11 مساء على قناة ذكريات. ضيف هذه الحلقة فنان كبير وقدير. اللهم وفقني فوق الأرض وارحمني تحت الأرض واسترني يوم العرض. لما تجيني الخاطرة بيبقى على طول كل أمد ورقة بس أمد ورقة. يعني كل الفنون دي مرتبطة ببعضها. كل أعماله الفنية مستوى المطلوب بالنسبة له. أعشق التمثيل ولكنني أفضل عليه الفروسي. من الألف إلى الياء. من الألف إلى الياء، السبت 11 مساء على قناة ذكريات. أبو عادل. نعم. أشو صار لك مدة طويلة ما مسافر بيها للقورنة؟ والله رئيس عرفاء فاضل تدري يعني هناك ما عندي شغلة، يعني قصدي
إذا أسافر من يصير واحد من قرايبنا عنده فرح لو فاتحة؟ يجوز يعني جاية إخبارية حايف هو عندي، وإلا لوش رئيس عرفاء فاضل يسأل مثل هيك سؤال؟ لكن أنا ما سمعت شي بالمركز. ما أدري وين كانت مضمومة إلي هالمشكلة. ها؟ شو هم تلغيت؟ لا لازم بالك هالأيام يم الترفيع. أبو عادل لا تفكر بيه وهو يجيك ببكته وتهانينا وشايف ألف خير معاش عادل. أقول خمو تخلي هاي بدون عزيمة. لا على وقتك أبو عباس تدلل. أصلاً تعيين عادل وتخرجه يسوى ألف ترفيع. أي صحيح صحيح. يا ترفيع يا تعيين، كل اللي بنيته راح يهدم حايف. والله لو هسه مفرز الشرطة تداهم بيتي وتلقى حايف عندي، ايش راح يصير؟ آخ شي يصير، ينهجم بيتي كله، وبدل ما أترفع أنذب بالسجن. بس لا، لازم ألقي لي حل، لازم ألقي لي حل. تعرفين دكتورة نهلة؟ يعني أنا بعض مرات هالقد ما أدوخ ثلاثة في ثلاثة ما أعرف هالقد. أتذكر عادل هاي الحالة صارت هي بامتحان البكالوريا كان هالشكل بالضبط. أكيد تعبان دكتور عادل. ليش؟ يعني مبين على وجهي تعبان؟ لا يعني بس مبين بدها تسهر. يتهيألي أنا الوحيد بالعالم يسهر يفكر وبس. ليش افكر؟ ما ادري فشي ضبابي يعني ما اعرفه او ما اقدر اميزه بعاده. يعني دكتوره نهله يعني احس بوجوده بس ما اقدر اميزه. اذا يراد لك تركيز دكتور عادل. لا اركز. العفو يعني قصدي دا احاول افهم هذا الشيء. بس مع ذلك الزمن بوحده هو اللي راح يساعدني. لازم عندك آمال تفكر بيها. آمال؟ طبعا عندي آمال. لو ما الأمل الحياة تصبح جدا عقيمة. بس مع ذلك كل هالآمال عندي تجتمع بأمل واحد وبس، وهو بعض الأحيان الإنسان يعني يضعف أمام الصراحة. العفو دكتور عادل، يمكن أني طفلت. لا بالعكس يعني دكتورة نهلة أني جدا مرتاح لهالحديث. تعرفين دكتورة يعني أني هنا بالمشروع يمكن هواي أرتاح أكثر من البيت. صور نفس الحكاية أني قلتها البارحة، كنا قاعدين بالبيت قلت لهم بدي أشتغل بمكان هالقد مرتاحة لي وعندي زملاء بالعمل من قد ما منسجمين ما ندري بالدوام الشهر يخلص. شكرا جزيلا. ولو أنا أقول يعني بشكل آخر، أقول لو مو نهلة ويانا كان ما انسجمنا. يعني قصدي يعني نهلة هي اللي خلقت لنا هذا الانسجام. طبعا مو من هسه، من أيام ما كنا بالكلية. عاد ما أعرف شلون دكتورة نهلة إذا في يوم من الأيام أخذت إجازة. أكيد أنا هم راح أخذ إجازة، لأن الغرفة اللي ما بيها نهلة ما أداهم بيها. بلي دكتورة نهلة تعرف وياها أي يلا. عافية كلثوم، لا تسوي ما إذا ما يفور المي. سقابل دا تعلميني يا خديجة. أبدلي ملابسك، ترى ما بينا حل المشاكل. ليش؟ لازم البارحة هم سوالي الجنجرة مرادة فنديح. يا هسه هاي السوالف شلش بيها افندي ولا مو افندي؟
لا مو أقول إذا هو هيجي خو يجيب خدامة لابنه ويخلصني، بس وين هو عيني حتى الخدامة يريد عندها شهادة. أوف أوف لو مو عيب كان أطلع القضاء والمضح. عافية كلثوم، ترى أنا راسي دايخ وما ظل لي وقت للمدرسة. دي روحي عيني، روحي روحي لي ظل بالك، روحي بعد ما وصيت روحي. أقول لك خديجة، مو نسيت أقول لك عادل راح يتزوج. صدق؟ هي بنت عم حايف على اساس ابو عادل يدز له مكتوب، بس هو اجى اليوم. عادل قبل؟ ليش ما يقبل؟ غير انت ما شايفتها البنت حايف شلون حلوه قصايبها يطخن بالقع، العيون عبالك ساعة، الحواجب هلال والوجه مثل التفاحة. بيها الخير. صدق كلثوم ايش قد عيب، بس سلمت على حايف. لا هو يمكن نايم، شو من اجلي هسه نايم، ما ادري يمكن جاي حتى ابو عادل يودي للمستشفى، انا لي هسه ما عرفت. زين عيب كلثوم، بعد ما وصيت روحي عيني. مع السلامه. روحي راح اظن لك وصلت سمكه جايبها ابو عادل، سمكه بنيه شلونها شويتها بالفرن اظنها لما تجين من المدرسه. الله كريم، مع السلامه. الله وياك عين. اسم الله اسم الله، شلون نوم نايم؟ وين عندكم ببيتكم هيجي هول دافي؟ اذا ابوك صاير حضري 24 ساعه فاتح الشبابيك. ايه ربي وتالي تطلع على ابوك. شعلينه امك رايته، والله لو اني بمكانه يوم واحد ما اقعد ببيته. الله يساعدك. هلا عمدت له ليله وتقمطي لابن مراد؟ مو المراد، خاطر اختي خديجه. ايه سلاك جاتها بالطريق. ايه دزتك وصيه تقول لا تنوم بنفس الملابس اللي جبتها بيها خي تبدله. ما يخالف. اقول كلثوم، حايف طلع اليوم من القبه؟ لا الصبح ليها سنايم، حتى خديجة رادت تسلم عليه ما خليتها. خديجة؟ زين خديجة ايش مدري حايف عندنا؟ شنو؟ قابل سر؟ والله ما خليتها تسلم عليه، وبعدين قلت اختك خشمها عالي ما تسلم على اخويا. لا مو هذا قصدي، بس يعني ما يصير الواحد يغضب برايك بلسانه. بس صوتي يعني كان لازم اقول لك من الاول. تقول لي على وش؟ شنو اكو ضميمه؟ مو ضميمه، بس يعني اني بصراحه ما اريد نسوي اعلان ونقول يا ابو حايف عندنا خطار والرايح والجاي يعرف. بعدين كلثوم ترى اكو ناس هوايه اشكال تسوي بس ما حد يعرف بيها. زين واحنا شو مسوين يعني؟ قابل نتبرى من قرايبنا؟ مو هذا قصدي، بس اني بصراحه ما اريد احد من الجيارين يعرف عندنا خطار. هم زين أنا هم ما قلت بسلم كامل. الله أكبر. هي ردت ثوم دزيت عليها قلت عندنا خطار خوف، فد مرة هم قل لي لا تقولين على زواج عادل من بنت حايف. هي يعني هاي هم قلت لها؟ هي خوش والله. هسا أم كامل تقول له لأبو كامل، وخديجة راح تقول له لمراد بيك، يعني كل شي يروح كل شي يضيع، وشوية شوية الحكاية توصل للمركز. مركز؟ شنو قابل يحبسون اللي يجيهم خطار؟ ايه هاش دا تحجر حيم. قومي 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 صبي لي غدا، قومي دا عزقنا قومي. اوفي كلثوم اوفي، ما اريد غدا، ما اريد ما اريد. ها شنو؟ مو السمك مشوي وحاضر؟ يا سمك هسه اذا اكل السمك اتزهر. ايش
الله يساعدك حايف. هلا هلا بأخوة. الله بالخير. الله بالخير. هي حايف النتيجة راح تبقى قاعد وخاتل هنا واني اتقلب مثل سمشت المزهرة. عايف ولو انت اكبر مني بس اقول لك بصراحة عملك هذا ترى كان مو صحيح. غلط صحيح شي صار 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 بس ما تقول لي انت اللي وش اخترت بغداد حتى تختل بيها. تمام بغداد مدينة كبيرة واسعة بس ترى ما يضيع بيها شيء. أنا أشتغل بالشرطة وأعرف هالمسائل. الناس هسه مو مثل الأول. شارة شلون؟ والله شارة ما أدري شو أقول لك شنو. بس يا حايف يا أخويا أنت تعرف كل الزين. عاد الكبار وصار رجال قدامه مستقبل. أنا هم دا أنطر الترفيع مالي وأطلع تقاعد وأستراح. بعد شو أقول لك؟ يعني تريد أسلم روحي؟ والله يا حايف إذا تسلم روحك فأني أشوف لو تسلم روحك بالقرنة. ليش مو بغداد؟ تخاف على روحك رحيم وما تخاف على أخوك. تذكر رحيم من كنا شباب وكان أبونا حي الله يرحمه وضربت لك واحد بالمقوار؟ شفت شلون وقفت بظهرك وجيت أنكتل على مودك ولي هسه أثر الفشقة برجلي. تذكر لو لا؟ أذكر بس هسه مو مثل أول. ليش عود؟ صار الشرطي صرت عريف فرحين وتخاف على معاش الحكومة ينقطع؟ وسفة عليك ظني بيك رجل. تريد يخلون بإيد أخوك الحديد ويدبوه بالسجن ويمكن ينكتل؟ ترضى بهاي رحيم؟ ما أرضى بهاي. بس تدري أنت إذا تروح تسلم نفسك أو أي واحد غيرك يسلم نفسه مو مثل مهزوم؟ وإذا حكموك إلك يحكموني هسه إلي هم؟ مو بس يحكمونه سمعة جهانة وجهالة كلها تروح. وأنا شو مسوي؟ بايق ناهب مسوي شي مو زين؟ عجيب أنت كاتل إنسان على فد شي تافه وأنت بنفسك معترف. لا أنت تقبل أخوك رحيم عريف رحيم ينشال وينذب بالتوقيف؟ تقبل أنت بهالبهذلة هاي؟ إن كان تسميها لهاي بهذلة خربة الدنيا وضاع العف. وأنا من هالليلة ويا سواد الليل خال عباتي على شتافي ومنهزم منها وما أشوفك بعد. ولا أنت أخوي ولا أنا أخوك. من يغضبوك تقولهم أنا كنت خاتل عد أخوي عريف رحيم. يعني أنا كنت متستر عليك هم أفقد حقوقي وهم أنحسب فد واحد خاين إلى واجبه. تشارة شلون؟ شلون تشارة؟ أخويا رحيم أنا قاعد عندك هنا وما حد يدري بيه. أقول لك أنت ليش ما تروح للقرنة وتشوف شكو ماكو هناك مو أحسن؟ زين شو أسوي بالقرنة؟ قابل أروح على أهل المقتول وأقولهم سلام عليكم؟ لو أقولهم أني أخو الحايف؟ لو أقولهم أني مختل حايف ببيتي؟ هو هذا حكي العدل تعرف أو تحرف. إن شان تعرفها للقضية ما يصير لها شيء شنو لزوم الحكي؟ زين وبعدين؟ وبعدين شهر شهرين تبرد السالفة وتموت وبعدين نفصلهم. شلون نفصلهم؟ زين وأهلك من يعيشهم من يوكلهم؟ يا أخوي عمامنا هواية وهم يعيشوهم. وبعدين ليش أنا أول واحد مسويها؟ مو أنت أول واحد بس أني الأول واحد اللي متورط هيك ورطة. أني مثل حسب ذيك المرة
اللي معبره ولد ومبقيه ولد. اني اللي صرت بلاع الموس. لازم واحد من جياري. منو؟ ابو عادل. بلي. السياره مسلحه مع الشرطه واقفه بالباب يردوك. مسلحه؟